الأشواط لا تزال مستمرة والتحديات أيضا لا تزال مستمرة، وتهانينا والناموس لراعي ملامح صاحبة الشوط الأول والرئيسي في الأسبوع الماضي، وأيضا تضيف الإنجاز في هذا الأسبوع المتميز يلي تبى تروح في الكادر العلوي. تعال وطالع، طول لي عمرك ركض ملامح في هذا الميدان، وأيضا شاهد الشعارات العملاقة التي تتواجد في أرضية هذا الميدان، ميدان الرقعات، ميدان الانتاج الفاخر الغني عن التعريف. ننطلق مع ثاني الأشواط وهو يعتبر أول أشواط القعدان، نتابع الصدارة والمركز الأول. شاهين بدل بن محمد بن مكتوم ألي نبي هنا يتواجد على المركز الأول والصدارة الأولى. المركز الثاني نجد بدر بالشيمن خيره الدرعي على المركز الثاني، والمركز الثالث ضاري احمد بن سيف بن محمد بالغاوي الدرعي هنا يتواجد على المركز الثالث. بالثلاثية المتميزة بالثلاثي الماسي لهذا الشوط المتميز والابداع الممتاز هنا، ولكن شعار بن مكتوم يتواجد على الصدارة والمركز الاول. شاهين بدر بن محمد بن مكتوم علي نبي، ولكن الهجوم قد بدأ بشعار بالغاوي وشعار بالشين. بدأنا بالدفع التلقائي وبدأت الأوامر مع جولة الأوامر النهائية، جولة الإبداع والإمتاع. شاهد شعار بالغاوي الذي يغزي الصدارة، يغزي المركز الأول والصدارة الأولى بأول أشواط القعدان، بأول تحديات القعدان، بأول انطلاقات القعدان. الله الله، ضاري 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 باسم ومسمى ضاري هنا يتواجد. انتاج ضاري، ضاري العاصفة، نعم سلالة ضاري الغنية عن التعريف. يتواجد ضاري على الصدارة على المركز الأول. أسعد الله صباحك يا بلغاوي، جود مورنينج على هذا الإبداع. النقطة الثانية لهذا الشعار المتميز في هذا الأسبوع الممتاز، سلام سلام ضاري، سلام سلام يا ابو سيف، سلام سلام. اسعد الله صباحك على فوز ضاري بالمركز الاول. تهانينا والناموس لمالك ضاري على هذا الفوز والانتصار. احمد بن سيف بالغاوي الدرعي، والمركز الثاني شعار بالشين على المركز الثاني، والمركز الثالث شعار هناك نجد، او عفوا هناك شاهد عم على المركز الثالث. التوقيت الزمني دقيقتين 17 ثانية و55 جزء من الثانية، دقيقتين 17 ثانية و55 جزء من الثانية.